حركة الحياة مع اليماني وعادل باربع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وعودة إليكم في برنامجكم حركة الحياة. معي أنا عادل برباع والأستاذ علي يماني، وطبعا الحديث ما زال مستمر عن هذه الحركة أو هذه الأمور اللي بتخلي حياتنا بإذن الله تعالى تسير بكل سلاسة ومرونة. طبعا بعد ما عرفنا الوصايا العشرة اللي أعطاها وأهداها لنا الإمام أحمد بن حنبل بهذه الأمور التي سميتها رومانسية الإمام أحمد. نعم. طيب فيما بعد ماذا حيكون الحديث سيد علي؟ طيب سيدي عادل، بسألك سؤال برضو، بس مو زي الأسئلة اللي سألتك يا هيوي كده، لا تخاف هذه المرة سؤال خفيف. طيب خف عليك. أكيد إنك أنت تحب تكون سعيد. أكيد. طيب سؤالي لك، كيف تصبح سعيدا في حياتك؟ أنا بعتقد أن السعادة هي الرضا، يعني كل ما أنا أكون راضي. جميل. عن نفسي، عن عملي، عن أهلي، عن يعني أنا سعيد. حلو. لذلك ممكن إحنا نقول أنه في أشياء كثير في حياتنا نبغاها تصير ونحاول الحصول عليها. أيه. أهمها وجه جميل، مادة وفلوس بالملايين. نعم. صحة وعافية تدوم بإذن الله تعالى، أولاد شاطرين وحلوين ومتفوقين في المدارس يرفعوا روسنا، زوجة رائعة جميلة تريحنا نفسيا. نعم. وأكيد في الختام ممكن أقول، وبالتالي بعد هذه الراحة كلها أنام وأنا قرير العين. نعم. هذه الأشياء كلها نتمنىها أنها تحصل في حياتنا، هذه أساسيات نبغاها تكون لأغلب الناس في حياتهم اليومية. صحيح. طيب هذه الأشياء كلها سهلة جدا، وممكن بوصفة سحرية وسهلة ما تستغرق مننا 15 دقيقة يوميا انه نحقق هذا الاشياء. كيف هذا؟ ايش هي هذه الوصفة؟ نعم. تأمل معي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حينما قال: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور. نعم. ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. يا الله. لذلك سر السعادة والحصول على كل هذه الأشياء اللي نطمح لها في حياتنا تكمن في هذه الوصفة السحرية، ألا وهي الصلوات الخمس المفروضة والمحافظة عليها. والصلاة الخمس المفروضة لو حاولنا نحسبها ترى ما تستغرق 15 دقيقة في اليوم، كل الصلوات الخمسة ما تستغرق 15 دقيقة يعني في اليوم. يعني أجي أحسبها أجد نفسي أنا في خلال 5 دقائق خلصت يعني الفريضة اللي علي. نعم. وممكن أقل. نعم. لو حسبتها الخمس الصلوات فعلا يعني أقدر أقول لك بمعدل 3 دقائق تكفيك للصلاة الواحدة. نعم. المتوسط. نعم. فتجد أنه سبحان الله 15 دقيقة في اليوم بإذن الله هي الوصفة السحرية السهلة الجميلة للحصول على الأشياء اللي احنا نتمناها، من حياة زوجية سعيدة ووجه جميل، من سعة في الرزق، من صحة في البدن، من أولاد صالحين بإذن الله تعالى، أيضا من راحة واطمئنان ونوم هادئ. فهذه كلها بإذن الله تتحقق إذا حفظنا على صلواتنا المكتوب. فعلا يعني الواحد كما قيل يعني أقم صلاتك تنعم حياتك. بحياتك. نعم. فعلا والحياة بتصير يعني لها بركتها وجمالها مثل ما ذكرت من خلال هذا الحديث الشريف. جميل سيدي. لذلك كثير منا للأسف يلتهي بهذه الحياة. نعم. اليومية وملهياتها، ويلتهي عن أهم شيء في حياتنا وهي الصلاة. الصلاة التي هي ركيزة وداعم أساسي من دعائم الإسلام، لكن والعياذ بالله ملهيات الحياة أحيانا مع وسوسة الشيطان أنه أقدر أقول لك يمثل عليك أو يوهمك بالتعب، بأنه هذه الصلاة ممكن أجلها أخرها، حتضيع لك وقتك الآن. الصلاة لو صليت الآن حيضيع عليك شيء مهم. طب ما في مشكلة، أجل الصلاة هذه وأخرها، وكل ما أخرتها تجد إلى أنك تأتي فترة وفترة وإلى دبلة
وتتكاسل عن أداها بل تنسى أداها تماما حتى تضيعها من حياتك والعياذ بالله. الله يجعلنا مقيمين من مقيمين الصلاة يعني. آمين يا رب. يكون بإذن الله تعالى هو ديدنا واهتمامنا وكل مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله تكون وصلت هذه النصيحة بكل أبعادها. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.